بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكروا القناه لاراش انفو بالمناسبه انها دائما كتغطي المهرجانات اكسا اللي فاتت، والان حاضره معنا بسبب الوجود ديال الساعه. هذا كنشكروا بزاف لانه كتعتبر مناضل المناضلين ديال الاعلام المحلي بالمدينه. بالنسبه لمهرجان ديال اكسا، كما كتعرفوا هذا العام هذا كيعرف الدوره ديالو 14، وكما عودنا الجمهور حنايا نظرا للظروف ديال جائحه كورونا اللي غاب المهرجان 3 سنوات، والان كيعود والعود كنقولوا احمدوا، رغم اننا في الحقيقه ان المهرجان كما قلنا في الكلمه ديالنا انه خرجناه من عمق الزجاجه، ان نظرا للظروف الدعم، لان كما كتعرفوا بالنسبه لنا حنايا بالنسبه للمهرجان اللي كسام ما عندوش مدعمين الا المجالس الجماعيه وجماعه العرائش وجهه طنجه تطوان. وبالنسبه كيغيب نهائيا بالنسبه للمؤسسه الاقتصاديه ديال المدينه اللي كنطلبوا من هذا المنبر انها تكون وتوقف بجانب المهرجانات والجمعيات الجاده في المدينه من اجل المساهمه في دعمها باش نوضوا وننهضوا بالمجال الثقافي فيكون في المستوى ان شاء الله. اما بالنسبه كما كان بالنسبه للدوره ديال 14 كتعرف مشاركه ديال 3 فرق، لان اقتصار على 3 فرق، لان كما كان سابقا كان دائما عندنا 7 عروض و5 عروض، كانت الاطفال وكان عندنا توقيعات وكان كذلك كان ندوات الى غير ذلك، ولكن نظرا للظروف الماديه اقتصرنا على 3 العروض فقط للعرض. وهذه العروض هذه من بين يعني اخترناها من بين العروض اللي موجوده في الساحه المغربيه واللي هي في المستوى رائع وجيد، منهم العرض الافتتاحي ديال الصيف الشتاء والصيف اللي هو من كتابه الكاتب الدكتور ديالنا السي احمد السبيع، والاخراج اللي كان ديال نعيمه زيطان الفنانه المقتدره. العمل كان عمل يعني كما كتلاحظوا كان جيد جدا، لان لا بالنسبه للممثلين ولا بالنسبه للسينوغرافيه ولا كذلك الاداء، وهذا كيعطي هذا هو اللي لاحظناه من خلال التجاوب ديال العرب ديال الجمهور العرائشي، لانه هو جمهور ذواق ومسرحي بامتياز، لان جميع الفرق السابقه اللي حضرت العروض المسرحيه بالنسبه للمهرجانات السابقه لمدينه العرائش كانت كتنوه بالالتزام ديال الجمهور، كتلتزم يعني كيلتزم بالهدوء ديالو بالتجاوب ديالو مع العروض اللي سبقت. كذلك بالنسبه لهذا العرض هذا كان واحد التجاوب رائع جدا، كنشكره كنقول له شكرا، لان نجاح المهرجان فهو نجاح بكم وانتم اللي كتشجعونا، وحنا بواسطتكم غنبقاو حاضرين مناضلين من اجل الاستمراريه ديال هذا المهرجان ان شاء الله.